على الود والمحبة أرحب بكم أحبتي المشاهدين وأحييكم في حلقة جديدة من برنامج نحو البرلمان التي نسلط فيها الضوء على مرشحي تيار الإصلاح الوطني في تحالف النصر أو قائمة تحالف النصر التي تحمل الرقم 158. ويشرفنا ويسعدنا أن نتواجد اليوم في محافظة السماوة لنلتقي بمرشح التيار الأستاذ عبد الكريم هلوب لافي الذي يترشح عن قائمة تحالف النصر بالتسلسل رقم 7. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، بالبدء أرحب بكم محافظتنا وأنتم بين أهلكم وأخوانكم، وأهلا وسهلا مرة ثانية بكم. الله يخليك، اليوم ضيوف عليك يعني. حياكم الله ألف ألف. خلي نبدأ نتعرف عليك، تحكي لنا فد نبدأ عن مسيرتك، بدايتك بالعمل السياسي وأيضا حتى بالعمل الاجتماعي والشهادات اللي حصلت عليها. طبعا الاسم عبد الكريم هلوب لافي، عشيرة الغليظ، قبيلة العبس، والنعم، يسكن محافظة المثنى. أي بالنسبة للحالة الاجتماعية، متزوج، الشهادة حصل عليها الأولى معهد نفط بغداد في 81، وطبعا لازلت أزاول عملي هذا الاختصاص النفطي، وحصلت على شهادة البكالوريوس قانون 14-15 من جامعة الإمام الصادق. سلام الله. هاي بالنسبة لل هاي بالنسبة لمسيرتك. مسيرتي يعني. خلينا نبدأ من تيار الإصلاح. تيار الإصلاح، نعم. والشعب العراقي اليوم بأمس الحاجة إلى الإصلاح، وأنتم ترفعون شعار الإصلاح. نعم. ليش اختاريت أن تتواجد وتترشح ضمن تيار الإصلاح؟ والله بالنسبة لتيار الإصلاح والكادر الموجود والناس اللي تنادي بالإصلاح، هي بدت من هاي الناس الموجودة بهذا التيار. فإحنا دائما كشارع عراقي وكمحافظة أبتها التغيير، تغيير نحو الأفضل. طبعا المرجعية تقول التغيير، إحنا نقول التغيير. التغيير شنو التغيير؟ هو مو تغيير وجوه، ولكن تغيير تحويل الوضع إلى أفضل. إحنا كنا نتمنى ينتهي النظام السابق ويجينا شيء أفضل من عنده، ولكن إحنا بدينا بالأسوأ من خلال الدورات الموجودة بالعراق، من خلال الناس اللي دخل داخل العراق وسياسات العراق. هسه احنا بالنسبة لنا طبعا قلت لك المرجعية اللي تنادي تقول المجرب لا يجرب، واكو مقولة أينشتاين، ها مقولة أينشتاين طبعا مفهومها العام بالضبط، يقول من الجنون، من الجنون اعادة التجربة بنفس الأدوات وتتوقع الأفضل أو شيء مختلف. طبعا احنا إذا بقت نفس الوجوه ونفس السياسة ونفس المحاصصة، ما اعتقد راح يصير تغيير أو إصلاح أو القضاء على الفساد. فاحنا نأمل من ناسنا وسياسينا والأساتذة الموجودين ببغداد وعلى رأس الهرم الموجودين أن يحذوا الحذو الإصلاح، وحنا نتمنى هذا الشيء. هذا طبعا تدري بلدنا محتاج لكل شيء، بنية تحتية محتاج خدمات عامة، بطالة موجودة، يعني ماكو استثمار داخل المحافظات وخاصة محافظات الأمينة ومن ضمنها المحافظة المثنى الجنوبية. الجنوبية حرمت كثير، حرمت هواية. طبعا احنا بالنسبة لنا بالنسبة للمحافظة المثنى يعني مدينة غنية بالثروات الطبيعية، ولكن لحد الآن لم تستغل، من ثروات النفط، ثروات الإسمنت، المادة الأولية للإسمنت موجود معامل الثاني عندنا، والثالث موجود. زين، الوزارات الرئيسية المهمة جدا مو سيادية. احنا العالم اذا استقل المرحلة يقول الوزارات السيادية، ولكن اهم رأيي يعني اهم وزارة هي وزارة التخطيط. وزارة التخطيط لحد الان لم تفعل، وهي اساس اقتصاد البلد، اساس بنية تحتية البلد. خلينا نوضح، لم تفعل ام لم تكن تخطيطاتها صائبة؟ صعب فعليا لم تفعل. شنو يعني معناته؟ اي تخطيط صائب ما موجود. احنا فرق بين لم تفعل، لم تفعل يعني ما حد جايبها. لا لا، موجودة هي، موجودة تخطيطاتها غير صائبة، ولكن خلل، ولكن ميتة سريريا يعني ما لها اي وجود. وزارة الزراعة وكذلك، ووزارة الصناعة وكذلك، وتحولنا من بلد منتج إلى بلد استهلاك، بينما احنا اتكلنا على النفط، والنفط هم بيد مو بيدنا يعني، يعني بيد جورة التراخيص وبيد الشركات الموجودة الاستثمارية وهواي أمور. يعني العراق
طبيها بشغلات غير مدروسة وغير فنية وغير تخصصية. بما أنه جيت على النفط، أنت تخصص بالنفط، يقول لك هناك مقولة تقول بأن أبناء الجنوب يصدرون النفط ولم يجلب لديهم أو إليهم سوى اللعنة، ما حصلوا من عنده بس يصدروا ويعطون فلوس للعالم ومكاتلهم الضيم. أكيد. بالنسبة لنا نجي المنطقة الكبرى اللي هي تعتبر مصدر العراق هي البصرة. البصرة شو محصلة؟ خدمات ما موجودة بها، بس مخلفات النفط من أذية الدخان وأمراض سرطانية، طبعا المشتقات النفطية تولد. ها البيئة يعني البيئة الموجودة داخل البصرة كلها من متهالكة. الناصرية كذلك، السماوة إن شاء الله بالمرحلة القادمة نفس الحالة راح إن شاء الله توصل لهذه المرحلة، إن شاء الله توصل وموجودة. يعني موجودة السماوة، موجودة بها، إذا هي تسير على نفس الخطة فأكيد إن شاء الله يعني موجود بها، موجودة الرقعة العاشرة اللي هي غنية بالنفط. العراق من أفضل النفوط الموجودة بالعراق وأكبر المكان الموجودة بالعراق. يعني ما شاء الله عليكم، نفطيين حدوديين عندكم الله الموارد، بس اللي يشوف حالكم ما يشوف هذا اللي نحكي عنه. والله هو بالنسبة للمثنى تقريبا مهملة من النظام السابق ولا زالت لحد الآن. ليش موجة تغيير وجو نواب وجو من مجلس محافظة من أبناء المحافظة، ليش مهملة؟ ما يخالف الناس يعني، ما قصروا هم، ما يقول ما يعني، بس إمكانيات، هاي الإمكانيات الموجودة هي هاي. شنو أكو مثلا التخصصين؟ ماكو. يعني إنسان تخصصي بالمجالات مثلا الصناعة أو النفط أو البيئة كذا، يعني ماكو متخصص بحيث يدرس دراسة ونرجع ونعول عليه من على مديريات التخطيط اللي موجودة بالمحافظة. كانت قبل مديرية التخطيط اللي هي تخطط للمحافظة وترفع للوزارة، والوزارة تسوي خطة خمسية، أو إحنا ما نقول خمسينية مثل الدول المتقدمة، خمسية. هاي ما موجودة. شكو شيء بدون دراسة، يعني حتى لو تنطي مثلا تنطي وجود ميزانية موجودة، ما راح تجي بالشكل المضبوط والشكل الصحيح. يعني خلينا نتحدث اليوم اللي يشوف التخطيط، حتى التخطيط العمراني ماكو تخطيط عمراني، تحس عبث، لا هذا الشارع مبين، لا المدينة الصناعية، لا المستشفى، شيء طاب بشيء، ماكو ملامح لتخطيط عمراني. السماوة أيضا تعاني من هذا الشيء. نعم. يعني قلت لك أنا برأيي بالنسبة للميزانية ترصد للمحافظة ما تدرس دراسة مضبوطة، بحيث أنا مثلا إذا كمل كم مشروع عندي راح يكمل بهاي السنة بهاي الميزانية. مثلا إذا كان مثلا يعني شو نقول مثلا الميزانية المخصصة للإعمار مثلا المجسر مع المثنى، يعني احتمال هذا بس يكمل المجسر، هو يسوي 4-5 مشاريع ويا بحيث يبقى على النص كلهن. لذلك أشوف ماكو، هو فلوس موجودة، تخصصات موجودة، ولكن كتدبير كتخطيط بشكل نظامي صحيح ما موجود. خلينا نتحدث أيضا، يعني أنت ابن السماوة، نتحدث عن الواقع الخدمي. المشكلة المحافظات الجنوبية كل مدى نتجول نشوف واقع خدمي غائب مغيب، لا مدارس، لا تعليم، لا صحة، لا بنية تحتية، يعني تغييب واضح. شنو اللي ممكن تقدموه أنتوا إذا صعدتوا اليوم للبرلمان وصرت ممثل، حتى وإن لم تكون اختصاص، لكن صرت ممثل لأبناء السماء، وكيف تصلون بمعاناتهم هذه؟ طبعا بالحالة احنا بالنسبة مثل تفضلت تقلت غير، حتى لو تكون غير متخصص، انا برأيي يعني يكون اللي يصد المسؤولية تكون عنده مستشارين من كل الاختصاص، كل الاختصاصات، حتى بحيث ما يطرح الموضوع اللي هو امام الناس او امام البرلمان يكون طرح منطقي. يعني انا ما متخصص بغير شغله واطرح عن التعليم، وانا ما عندي امكانيه بالتعليم، لازم عندي استاذ جامعي او مدرس او معلم استشيره، اقول له بشيل اللي نواقصك عندك بحيث ان انطيها المقابل، او مثلا اللي متخصص بالوزاره يقول لك لا هاي ما موجوده بان انت تنطيها. فاحنا دائما كبرلمانيين يصعدون وكذا، دائما ياخذ بس اختصاصه فقط ويصعد ويا الأقارب، يصعد ويا الأقارب طبعا، هذا شيء أكيد. ابن عمي يعني ما يقول يا أبا مثلا أنا هسه خل ابن عمي ما عنده معلومة هاي، ليش ما أجيب لي شخص ثاني من محافظة فيه أو من غير محافظة متخصص بالشغل الفلاني، بحيث تفيد الناس، تفيد شعبي، تفيد نفسي أنا، باعتبار أنت من تدخل المعترك السياسي الناس تلمي عندك، وقبل الناس أنت تكون أمانة عندك أمام الله سبحانه وتعالى تأديها الأمانة هاي. ف
فإذا أنت خذت غير منحة يعني فائدة الأقارب وفائدة الأهل وفائدة العشيرة وفائدة فلان، أنت لا راح تقدم شيء للناس ولا تقدم شيء لنفسك، وأمام الله أنت مدان قبل ما يكون للناس. فأنا اللي أتمنى مثلا أقول يعني البرلماني إذا ما كان عنده مستشارين حتى لو على مستوى أساتذة جامعين مثل أقارب أو أصدقاء أو كذا، وهو ياخذ المعلومة الجيدة المتخصصة من الناس هاي، ما أعتقد إحنا نوصل إلى شيء. ما خاب من استشار أكيد سلام الله على أمير المؤمنين، ما خاب من استشار، ما خاب من استشار. هذا اللي تعتمد عليه وتعول في وصولك للبرلمان فقط الاستشارة أم لديك خطط؟ إن شاء الله طبعا أكيد أكو خطط موجودة، منها تخص البلد ومنها تخص محافظتي، وكلها بالنتيجة هي كل نفس المحافظة مثلا تفضلت يعني محافظة الجنوب كلها محتاجة نفس الشيء، البنى التحتية، الكهرباء، غيرها والتخص البلد قلت لك يعني المعاناة موجودة بالعراق كله ومن تخصصها هاي بالأعم وتخصصها هي محافظتك أكيد أنت بين أنت ناسك أعطتها أصوات وأعطتك الثقة اللي راح نحكي عن الخطط والبرامج اللي عادها أنت لنفسك. نعم. لكن خلينا هذا الفاصل نتكلم به بنهايته عن مسيرتك في مجال النفط. نعم. اليوم من يتحدث عن العراق يتحدث عن بلد نفطي. نعم. عن منشآت نفطية، عن تصدير نفطي. اليوم احكي لي عن تجربتك أنت في مجال النفط، شنو اللي حققته وشنو استفاديته من العمل في هذا المجال؟ طبعا قلت لك تعيت أنا بالواحد 81 بنفط البصرة، مشوار طويل نفط البصرة، بقيت فترة بالبصرة وتدري يعني يتدرج الموظف ما يبدأ رأسا، وبعدها نقلت إلى محطة الخط الاستراتيجي وبقيت أشال الخط الاستراتيجي وشريان العراق التصدير، وصادفت الحرب العراقية الإيرانية طبعا التصدير كله على طريق الشمال. فمن خلال مسيرتي وتدرجي بالوظيفة وكانوا ناس مشرفين عليه من ضمنهم الأستاذ جبار العيبي طبعا الوزير ناسه من الناس المهنيين الكفؤين اللي فعلا يعني العراق إذا يستغل استغلال صحيح بينهم الخبراء النفط المعروفين بالعراق، وبعد طبعا أكو أساتذة إنه موجودين من القدامى وإن شاء الله بين الموجودين هم ما قاصرين. فبقيت بالنفط مجال النفط، دخلت عمليات صيانة للتوربينات اللي هي كانت بيها مصدام، ماكو عملة صعبة تطلع، فكان يستغلون الكادر الموجود العراقي 100% من ضمنهم أساتذة راحوا رحمة الله ومن ضمنهم موجودين، كنا هاي طبعا تكلف العراق بالمليارات وكنا قادرين على صيانتها، وصارت عدة عمليات هاي بالإضافة للتدريبات خارج العراق وداخل العراق، وتدري المسيرة هاي الطويلة وبالتسعينات كذلك وبالألفينات. فإحنا بالنسبة لمجال النفط يعني دائما يجون متخصصين يعني كوزارة يسلمون، يعني ما دخلوا عليكم الطارئين؟ الطارئين بالمفاصل، ماكو مفصل ما دخل بالمفاصل، ولكن كرئيس الهرم مثلا السيد جبار العيبي مثلا متخصص. احنا نتكلم عن وزارة سيادية الأكبر، وزارة سيادية أكبر بالعراق عايش عليها اليوم. يعني أحكي لك من 2003 بس 2003 وجوه يعني ما يدخل أي مفصل، هو رئيس الهرم وأن يكون هو مسؤول عن الدولة. خلينا نحكي عن برنامجك الانتخابي والفصل واحد واحد في هذه المحافظة العزيزة محافظة السماء، لكن قبل هذا دعنا نذهب إلى فاصل ثم نعود سريعا، ابقوا معنا وأنتم أحبة المشاهدين تابعونا بعد الفاصل. مجددا ورحب بكم أحبتي المشاهدين في محور ثاني من برنامج نحو البرلمان، حيث نتواجد في محافظة السماوة ونلتقي بمرشح تيار الإصلاح الأستاذ عبد الكريم هلوب لافي الذي يحمل التسلسل رقم 7 عن قائمة تحالف النصر التي تحمل الرقم 158. أستاذ عبد الكريم رجعنا لك حتى نتعرف أكثر عن برنامجك، بس احنا نزلنا للشارع وتواجدنا بقلب الشارع حتى نعرف أنت شنو برنامجك لتحسين الواقع المعيشي لأبناء محافظة السماء. بالنسبة للبرنامج الموجود عندنا حاليا يعني اللي عندي أنا شخصيا اللي حاطة في تطلعاتي طبعا هي كبداية ومهمة جدا تفيد الناس، تفيد الشارع، تفيد الواقع الخدمي، هي الكهرباء طبعا.
يعني اللي الفكرة اللي انطرحت بالبداية بال2004 تقريبا مع المراوح الكهربائية. يعني المراوح الهوائية اللي توليد الكهرباء هاي أولا سهلة وسريعة جدا وكحل مؤقت وكل العالم يشتغل بيها. يعني هسه الصين، شعب الصين 25-30% يشتغل مراوح الهوائية الطاقة الكهربائية. زين الدنمارك غير الدول، احنا زين اولا صديقة للبيئة المراوح وبعدين كاجراء سريع بين انشاء المحطات الحرارية او الغازية او غيرها مشاكل ذلك من محطات التوليد، هذه يرى لها فترة زمنية 2-3-4 يلا تقدر تسيطر، وكل ما تمشي سنة توسع السكاني يكبر، فهاي كحل سريع. بعض مناطق نائية ما واصلها مثل قضاء السلمان بالنسبة لمدينتنا، والواقع الخدمي اللي شفتوه أنتم جولتوا بالسماوة وشفتوا السماوة مثل مدينة الرميثة طبعا واقعها تعبان جدا، لا شوارع موجودة بها، ممكن المحافظة يواجهت محافظة أفضل، واجهت الخضر بها مجال، بس الرميثة تعبانة جدا، يعني لا شوارع موجودة بها ولا إعمار موجود بها، فالمحافظة بها نقص حاد بالخدمات الموجودة، التعليم دون المستوى، المستشفيات صعبة جدا، يعني من تدخل المستشفى الحسين مستشفى راقي جدا طبعا أول ما أنشأ ولا زال، ولكن ما موجودة به خدمات ولا أكو مثلا توجهات نحو الأفضل بين ناسنا. يعني كل ما تقل الخدمات وتقل الاهتمام بالدوائر الدولة الخدمية خط الفقر يزداد عندنا من المحافظة. فإحنا نتمنى نطمح ونسأل وناشد الدولة أن تلتفت هيك مناطق فقيرة محتاجة إلى أراضي قطع أراضي سكنية، يعني هو شنو اللي الخدمات الموجودة محتاجة بها نقص حاد. إذن تحاول أن تكون صوت يصل بالظلم السماوي وما لحق بالمحافظات الجنوبية إلى قبة البرلمان إن شاء الله، وإيصال معاناة إن شاء الله. بس يقول لك يا هل يوصل من البرلمانيين عن المحافظات الجنوبية، أول ما يحط رجله بالبرلمان ينسى أبناء الجنوب، أنت شنو رأيك بهذا الموضوع؟ والله هو كل من وبرنامجه وكل من وحزبه، بس أنا أتمنى أنا أو أي واحد من قائمة النصر أو من أهل السماوة يصعد للبرلمان أن يكون يعهد الله سبحانه وتعالى وضميره ليوصل صوت الناس المظلومة للبرلمان، ولا ينقاد وراء رئيس الكتلة أو رئيس الحزب أو غيره أو رشح أو صعد أو صوت، لا إن شاء الله هي ما موجودة عندنا، وإذا الله راد والله وفقنا وإن شاء الله نتذكر الحشي هذا. يعني ما راح تغير رقم تليفونه؟ لا إن شاء الله. إن شاء الله ضاحك كمان. خلينا نتحدث، محافظ السماوة تمتاز بالطابع العشائري الهادي المميز، تواصلكم مع الجانب العشائري ورؤيتكم لتفعيل الدور العشائري في التطوير من الواقع المعيشي في محافظة السماوة. طبعا أنا مو بس أنا، كل أبناء السماوة أبناء العراق تقريبا جنوب هم أبناء عشائر وينتمون إلى عشائر، وهي كبداية حفظ الأمن بالمحافظة الجنوبية هي طبعا العشائر، ولا أنت مثلا المناطق الجنوبية أو خاصة السماوة أو الفرات الأوسط لو ما يكون موجود سطوة العشيرة على الناس اللي هم خارج القانون ممكن ما لقيت أكو هدوء وأمان داخل محافظة المثنى، لذلك أشوف الناس مرتبطة ارتباط عشائري ارتباط أخوي، يعني ما يقدر يتجاوز على أي واحد. ليش؟ مو من سطوة القانون ولكن سطوة العشيرة وسطوة الناس الموجود المتنفذين بها من ناس عقلاء ناس شو اسمه، وإن شاء الله الناس الخيرة موجودة بكل العراق. اليوم حمل لواء الإصلاح، أنت جاي بقائمة تسمى تيار الإصلاح، فأنت هدفك الأول الإصلاح، كيف ستحاربون اليوم الفساد المتغلغل المتجذر اللي جعل محافظاتنا الجنوبية متهالكة؟ بس احنا البعض يقول ليش دائما محافظاتنا الجنوبية، لا لا احنا نتكلم عن محافظات قدمت الشهداء. نعم. وبالتالي بالنتيجة ايش حصلت؟ حصلت على شوارع مهدمة، بنى تحتية غائبة، خدمات غير متواجدة، الفساد ارهاب من نوع اخر كما يطلق عليه البعض. نعم. شنو تطلعاتكم للقضاء على هذه الآفة؟ طبعا بالنسبة
مثل ما تفضلت المحافظة الجنوبية، يقول دائما عول على المحافظة الجنوبية. المحافظة الجنوبية هي مصدر الكل، مصدر الخير، مصدر الثروة، مصدر الدماء، مصدر تحرير العراق. هذا بالنسبة لهذا الجانب. الجانب الآخر، يعني إحنا مثل ما تفضلت، كان سؤالك ينص على ماكو تطور بالمناطق الجنوبية، ها؟ أو الإصلاح شني؟ فيا أخي أنت بالساعة سأل سؤال، قلت إذا صعدت للبرلمان أنت أو غيرك راح تنقاد وتغير تليفونك وتنقاد القائد أو رئيس كتلتك مثلا، نفترض افتراض هذا. فإحنا إذا ما يبدأ تغير موجود بالوجوه الموجودة بالبرلمان ويحاسب ضميره يوميا أمام الله سبحانه وتعالى، فتبقى نفس المعاناة ونفس المشكلة. فإحنا نأمل للمرة الثانية، نأمل بالناس أو المرشحين اللي يرومون وصولهم إلى البرلمان، نقول خلي الله بين عيونه مثل ما يقولون، ها، وينتبه الناس، انتبه الشعبه، وخلي المصلحة بالأخير. أنا طيب خلينا نتحدث يعني الدقائق الباقية. أنت اختاريت إلى جانب عملك النفط، اختاريت الحقوق وتخرجت وأصبحت حقوق اليوم، لماذا اختاريت هذا التخصص؟ وأيضا رأيك بالقوانين المحلية والمركزية الموجودة، وشنو منها ممكن أن يتغير ويكون به فائدة للجميع؟ طبعا بالنسبة للشق الأول من السؤال، أنا أولا نفطي، وبعد أي تخصص نفطي أنا على باب تقاعد. ثاني الحقوق هو حماية إلي النفسي أولا، لا أرد أمارس مهنة الحقوق، ولكن أنا حماية نفسي كثقافة عامة. وممكن الدولة إذا ما بها أمن، ها، ما تقدر تشتغل، والأمن من مفاصله هو القانون. القانون هو مسؤول على الأمن. هذا بالنسبة للاختيار للقانون. الشق الثاني شو كان؟ القوانين المحلية، نعم، والمركزية. شنو اللي تشوف بها يستحق التغيير لتحسين الواقع المعيشي المجتمعي؟ والله هي مشكلة العراق، مشكلة الدستور. أنا برأيي الدستور الحالي الموجود هذا ما يتناسب ويا وضعنا. وضعنا ما يتناسب وياه. بين هذا دستور برلماني، هذا احنا مو بالدول الاسكندنافيه حتى هذا يوالمنا. احنا يوالمنا دستور رئاسي، ودستورنا اكو ثلاث دساتير، مرن وجامد ومؤقت. صدام حسين اشتغل بالمؤقت 30-35 سنه. احنا سله مرن ولا هو جامد ولا هو مؤقت. فاحنا نتمنى تغيير هذا يكون دستور مرن، بحيث من تصير اي تغير وين الواقع يتغير، مثل بريطانيا من 1250 ميلادي قوانينهم لا زالت موجوده، ويغيرونها كل ما يحتاج البلد الى تغيير قانون. احنا قوانيننا جامده، واي تغيير ماكو، وما ممكن تغيير اي فقره بالدستور اذا ما توافق عليها ثلاث محافظات، واذا ما وافقت ثلاث محافظات يعتبر الفقره ملغيه، وهواي امور. طبعا اذا تغير بدايه الدستور تغير كل شيء. خلينا بدقيقه اخيره، ماذا تقول لابناء السماوه؟ نحن على اعتاب الانتخابات اليوم، شو توجه لهم من كلمه؟ اقول لاهلي بالسماوه واخواني وابنائي، اختاروا الاصلح، اختاروا الاصلح، بان هذا صوتك امانه امام الله. فانت بالنسبه للناخب السماوي، الناخب السماوي هو مسال امام الله بان ينطي صوته الانسان الاصلح النزيه اللي عرفه خدمه، وهو مخير، واللي ما يضحك عليك، واللي ما يضحك عليه أكيد هو ليش صار نزيه، أو معنوي، ليش صار نزيه، ليش صار أمام الله. إذن هو صادق معنى الكلمة. جزيل الشكر لك يا الأستاذ عبد الكريم هلوب لافي، مرشح تيار إصلاح الوطني في تحالف النصر الذي يحمل رقم 158، وأنت تسلسلك عن هذا التحالف بالرقم 7. شكرا جزيلا لك. شكرا أستاذ، أشكركم وأهلا وسهلا بكم كادر قناة بلادي. وألف مرحبا بكم، تحياتي طيبة لك وشكرا لك سيد الكريم. أحبتي المشاهدين، مشوار البرلمان نحن نسير نحوه بالتعريف عن مرشحيها اليوم. انتهينا من مرشح
ومن محافظة عزيزة هي محافظة السماوة، انتظرونا في حلقات أخرى ومحافظات أخرى ومرشحين آخرين. دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.